يا سالي، ايه ده؟ ايه الدخان ده؟ تاني يا سالي؟ حرقت الاكل تاني؟ مش مهم، نبقى نطلب دليفري من اي حته. ريحه غريبه قوي بجد. انت كنت طبخه ايه؟ ريحه عامله زي ما تكون ريحه ويد من بتاع امستردام. يا ذكريات. اوه صباح الفل، احلى مسا عليك يا زميل. الله يعين، الله يعين، الله يعين. ده انت طلعت امير الانتقام بقى مش كمار. حبيبي انا سوي حسابات 2 سنة وانا برا. حفرتها ازاي دي؟ ها؟ حفرت كل الحفرة دي بالمعلقة دي؟ ها. طب ما جاش في دماغك تحفر بدي؟ تنجز معاك. أنا أردم هادي وأحفر بهادي. بقول لك إيه؟ أها. بالنسبة لموضوع الهروب يعني؟ أها. حلم بعيد المنال. ما في أمل. ما في أمل. يعني أنت يا أخويا مش مع الإمارة وجاي هنا بالغلط. بالظبط كده. وكل ده بسبب بلاميطة الزفت اللي اسمه بيبو. إنما أنت بقى يا سالي جيتي هنا إزاي؟ ولا أنت مولودة هنا أصلاً؟ أنا كنت شغالة في جامعة الدول العربية. وفي يوم حد من رؤسائي عرض عليا اشارك في مباحثات سلام، يا دوبك ساعتين بالظبط، فطبعا رحت من غير مقابل مادي، واضح كده اني عجبتهم، فبعتوني لبنان عشان اكمل المباحثات، وهناك قمت من النوم اتخطفت وصحيت لقيت نفسي هنا. طب انت يا سالي ما حاولتيش تهربي؟ حاولت كتير، بس مستحيل انك تهرب من هنا لمساعده رجاله الامير، ده انا حتى كنت لسه شايفه 3 حاولوا يهربوا، رجاله الامير حدفوهم من فوق العماره. من فوق العماره؟ تخيل. هنا اخر حلاوه، كفايه الشجر. شجر ايه ونيله ايه؟ ده مفيش زرعه بانجو الواحد يلفها. هو ليه يا جماعه مفيش ارقام على الخيم؟ انا دخلت خيمتين غلط وكنت هتضرب. كويس انك جيت يا هاني، الباشا بيقنعني ان احنا نقعد هنا ونستقر. طيب انت مستني ايه من واحد مجنون؟ فيها ايه يا هاني لما نعيش هنا؟ ده حتى هنا الجو جميل جدا. جو ايه اللي جميل؟ انا شعري باظ، مفيش هنا ولا شامبو ولا كونديشنر. البنت اللي انا متجوزها يا عيني بتحط على شعرها بطاس، يعني لو جبت لها كريم فيانسيه هتنبهر. هاني ما تقلقش يا سمير. لا لين. ما تقلقش يا سمير، احنا هنقعد بس هنستنى اللحظة المناسبة ونهرب. لا لين. قلت لك ما تقلقش. انا جعان. طيب تحب اروح اجيب لك اكل؟ لا انا قلت لمراتي تعمل لنا اكلة شعبية من الاكلات بتاعتهم بقى، بتاعت اوروبا. اصلها لا مؤاخذة بقى هاني، اجنبية. اجنبية؟ انا برضو مراتي طلعت اجنبية. ما انا برضو اجنبية بس شعرها بني وبيضة قشطة. وأنا كمان يا سهاني مراتي بيضاء كاللبن الحليب وشعرها بني. ده الكلام ده عند اللبنين يا هاني. طب خد دي، أنا بقى عندها وحمة. لا لا عيب، التفاصيل دي عيب. ما أنت أخويا بقى، الله لازم أقولك. يا عبيد دي مراتك. مش مشكلة. المفاجأة ليك يا هاني إن أنا مراتي عندها وحمة. أنا بقى الوحمة بقى أبيض في اسود وشبه التاكسي. زي التاكسي ما انا كمان. سكت ليه يا هاني؟ من سامع صوتك ليه يا هاني؟ لا هتكلم اقول ايه بقى؟ تكسب انت. هو نفس التاكسي. يعني ايه؟ يعني انا وانت شكلنا متجوزين نفس الواحده. ايه ده؟ يعني الامير بيوفر؟ لا ما تقولهاش. معنى كده ان في واحده وبتلف على الاماره كلها؟ اخلص. لفت عليا انا وانت بس. انت عملت حاجه؟ كان نفسي بس صعبت عليا نفسي قوي. انا بقى اتفرجت وقعدت اعيط اعيط. باتشيري يا بطوس مجنون. دول توينز. ما قلنا لك اجانب. ليك والله يا ابني بقول لك مراتي. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. فسق وفجور وحشيش. جبت الحشيش منين يا سمير؟ هنا يا سمير. ما جبتوش، هو اللي جه لوحده. ما تستهبلش يا سمير، الحشيش بيجي يا سمير. المدام يا سيدي هي اللي عامله الواجب ده، وبعدين عشان تعرف ان انت جاهل، ده مش حشيش، ده ويد. ويد ويد. هتودوني في داهيه. اقعد بقى تلهي واقعد بقى، ما تطيرش الحجرين من دماغنا. انت هتطير حياتنا كلها. ربنا يهديكم ويرحمنا. يعني ايه قريه طويله عريضه ما فيهاش غير موبايل واحد ومع الامير بس؟ اه والعربيات مع القيادات. ما تتبطرش على عيشتك،
ده انتوا احسن مني بكتير، على الاقل انت يا هاني المستشار الثقافي بتاعه وانت الحارس الخاص. تعالى يا اخويا اشتغل حارس خاص ورا الامير، انا بقى واقف وراه في مره بيخطب ويقول لي لا مؤاخذه شد لي الجلابيه من ورا. طيب شغلك؟ شغلتي حارس خاص احرسه. مش عشان ما يموتش؟ ليه ان شاء الله هتقف في زوره. وانت يا استاذ هاني ايه مشكلتك؟ ده انت يعني مستشار ثقافي قد الدنيا. مستشار ايه؟ ده مشغلني معاه لبيز، وبعدين قلت له اوكي تمام عايزني البسك سيبني البسك على ذوقي. افتح الدولاب بتاعه الاقي جلابيه خضراء بترتر ترتر. اه جلابيه بصلي وملسوعه بسجاره. ملسوعه بسجاره؟ قد كده اللسعه، ده غريب جدا. قلت له حضرتك الستايل بتاعك كله عايز يضرب بالنار اصلا. ماله الستايل بتاع ميرونا؟ ماله ايه يا حبيبي؟ ده عامل ستايل شفيق جلال على عادل امام في الزعيم على ديكتاتور، ستايل واحد مكذوب من الاخر. محدش يتكلم كده، انه اميرنا. انا سامع خرفشه خروشه ورا. اه المدام يا سيدي عامله لنا فشار. والله العظيم ميرسي يا مدام. والنبي عاش. بسم الله الرحمن الرحيم. سوري 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 كومار، سوي حسابات مره تانية. لا لا ما في مشكل ما في مشكل كومار، انت يرجع تاني سوي حسابات براحتك. احلى مساء عليك يا زميل. مساء عسلات. ده بيأمرض على مراتك يا عم. ايام ما في امل بيبو. ينعل ابو ياسك. ما في امل ما في امل ما في امل. اي حد توجبي معاه كده يا سالي. حي على الجهاد. يا نهار اسود، ده هتروح غزوه. هنروح غزه نعمل ايه؟ بقول لك هتحاربوا هتحاربوا. الله اكبر ولله الحمد. يا ابن المحظوظه شوف هتموت وتحارب. ايه جات لك ايه؟ جات لنا. يا جماعه انا اول مره امسك سلاح في حياتي. هنعمل ايه يا هاني؟ احنا رايحين نموت ناس. بقول لك ايه؟ احنا هننزل ونستنى لما يسيب العربيات، وساعتها هناخد العربيه ونهرب في الزحمه. ما هو لو شافونا واحنا بنهرب اكيد هيقتلونا. احنا كده كده ميتين. في ايه؟ في انت وهو مالكوا خايفين كده ليه؟ المفروض دلوقتي نكون فرحانين عشان رايحين نجاهد. نجاهد؟ نعم نجاهد الكفره. كفره ايه يا ابني؟ انت بقى مدفوع من الغيبوبه اللي انت فيها دي. انت فاكر نفسك رايح تحرر وطنك؟ احنا بنموت بعض. موت بعض. تعالوا نستخبى في البيت اللي هناك ده لحد لما الضرب يفتح. ماشي ماشي خلي بالك. تلقفل ما تخافوش، احنا مش هنعمل لكم حاجه، بس هنستنى هنا لحد ما المعركة اللي بره تخلص. عليكم يا شباب، مسكتم الخوارج قتلوهم خدوا الثواب. لكن قتلوهم يلا. لا باين عليكم خوني، وانا لازم بلغ الامير.
يا حج، بقالك ساعتين قاعد ساكت. طلبت اكل جبنا لك اكل، طلبت شاي جبنا لك شاي. انت مين؟ هو افندم قصده يعني حضرتك عرفنا بنفسك. ادهم صبري. رجل مستحيل. والمصحف ده انا بحبك قوي يا استاذ، ده رواياتك كلها بتستفيها عندي في المكتبه. روايات ايه يا ابني؟ يا جماعه احنا لازم نهرب من هنا. في واحد دلوقتي من رجاله الامير اتقتل، يعني لو مسكونا هيصلبونا. هيفتكروا انه اتقتل في الغزوه. ايوه برضه حضرتك ما قلتش انت عملت كده ليه وبتساعدنا ليه. ياه دي قصه طويله قوي. حلو قوي. هيبدا يحكي. يبدا يحكي ده ابتدى ينام. يا حاج ما تفزعوش كده، احنا اتكلفنا بمهمه، القضاء على مجموعه من قيادات الاماره، نفذنا الجزء الاكبر من مهمتنا، بس للاسف اتغدر بينا وزمايلي توفاهم الله وانا نجيت من الموت، وللاسف بقيت زي ما انتوا شايفين كده. ومن ساعتها وانت قاعد هنا يا حاج مفيش قرايب بيسالوا عليك، ما روحتش السفاره. مش معنى ان اتصبت اني اتنازل او اهرب من المعركه، ما دام هم مكملين انا كمان اكمل. ايه بس يا مسيو يعني حضرتك هتكمل ازاي وانت سوري يعني حالتك ما تسمحش؟ يعني ما تسمحش ازاي يعني؟ يعني عشان حضرتك يعني هو قصده ان انت معوق. ايه ده؟ هو انت ما تربيتش يا ابني؟ انا مش معوق، انا مصاب حرب. صحيح ربنا حرمني من نعمة اني امشي على رجليا، لكني اقدر اعمل حاجات كتير قوي. انا اقدر اسمم لهم المعيز بتاعتهم، انا اقدر افضي عجل العربيات بتاعتهم قبل ما يطلعوا اي غزوة، ممكن اسرق شباشب القيادات بتاعتهم يوم الجمعة وهم بيصلوا. حضرتك بتحارب الارهاب بالارهاب؟ لا، بيحارب الارهاب بالشباشب اللي بيسرقها من قدام الجامع. حتى لو مفيش غير لساني اقدر اعمل بيه حاجات كتير قوي. يعني هتعمل ايه يا حاج؟ هتهف عليهم؟ انا جاني معلومات عن عملية هتتم في مصر. المعلومات دي جات لك دلوقتي يا حاج؟ الموضوع كان واقف على شوية صور ومعلومات، واحد ند ابن حرام وصلها لهم عن طريق فلاشة. فلاشة؟ عملت بلاميطة دلوقتي. المهمة دي لازم تتمنع يا أولاد. احنا ما نقدرش نمنع حاجة. مع بعض نقدر. ده إعلان؟ لو سمحت حضرتك احنا عايزين نهرب، فياريت تقول لنا ازاي؟ تقربوا من الأمير وتخلوه يثق فيكم ويكلفكم بالمهمة. أنا مش هقدر أقرب من الأمير لأن واضح جدا إن أنا فيا شبه من خطيبته اللي ماتت، فواضح هو بيفكر إزاي؟ دفعني؟ دفعني. ما تقلقوش أنا هساعدكم. هتساعدنا إزاي؟ خد ده. إيه؟ ميدالية؟ إيه ده؟ وريني يا عم وريني. وده ولده يا حاج وإحنا نربيها ولا إيه؟ يا عم الحاج أدهم ايه اللي انت مديهولنا ده؟ نحمي بيه نفسنا ازاي؟ ده اقل عيل صغير هنا شال ارباجيه، ده انا شفت واحد راجل مدببه واحنا جايين. ما تنسوش تقربوا من الامير وتخلوه يثق فيكم. ازاي؟ خلي اصدقائك قريبين واعدائك برضه قريبين. دي الستيتس بتاعتك على الفيسبوك؟ بس اعتقد دي منقوله يعني مش انت اللي مقلبها. بس يا عم هاني، بس يا عم هاني، ده الراجل اللي رايحة منه مش راجعة تاني، انت بتتكلم مع مين؟ خلي أفهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده نسي انه معوض.